لخوض مجريات هذا الشوط الاول من هذا اللقاء الذي يجمعه مع الخمس هنا على ارضيه ملعب الخمس حساب الجوله التاسعه والاسبوع العشرين من مرحله الاياب للدوري الليبي الممتاز. ميدان ترجع ايوب عماره يحاول عماره ما زال يبحث عن التمريره اقرب باتجاه بشير الكرامي الكره باتجاه سند طوفان الحوار ما زال والكره ما زالت ممكن العرضيه اين الرصيه والكره من يعقوب عبد الله اقرب المدافع الكره كانت باتجاه يعقوب عبد الله الوحده ويبحث على الانتصار الخامس من بوابته الازرق الخمس هنا على ارضيه ملعب الخمس ننتظر ونشاهد ونترقب ونتامل من سيعبر من ومن سينطلق من ومن ستكون المدافع عطف علي طويله من عاطف بديجا من بديجاها احمد ما زالت الكره والكره بين احضان حارس المرمى نهايه مجريات وصافره الحكم لتعلن عن نهايه مجريات هذا الشوط الاول يبحثون عن هدف اول وهذه كره اليعقوب يسدد والكره بعيد خطيره يمر بشكل رائع ممكن الكره تسديده والكره والحارس يسدد الكره والحارس رائعه ممتاز الكره يمر واحده واثنين والبشير بقميص رقم 26 طويله من بشير الكرامي والكره بالشعواني حذري من الخطا ترجع للشبلي خطيره والكره ما زالت يشتت الدفاع يشتت ويبعد الخطوط عدنا اليكم مره اخرى في بدايه مجريات مطلع الشوط الثاني من المباراه التي تجمع الوحده والخمس هنا على ارضيه ملعب الخمس في اطار الجوله التاسعه لمرحله الاياب والاسبوع العشرين من مسابقه الدوري الممتاز تركنا الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف معاذ بن حسن عبد السلام ابو طبل طه امام ايمن حريبش ترجع اسلام فكري يحول الكره لوسام البوتي بين لاعبي فريق الوحده ولاعبي فريق الخمس طويله من ايوب عماره فريق الخمس كرة في خط اسلام اسلام والكرة وحارس المرمى اسلام والكرة وحارس المرمى طالما انتظرنا هذا الخطأ اولا ومن سيقصد هذه كرة طويلة من المدافع عاطف علي وسط الميدان اقرب لعبد الروف الشبلي مسارة الكرة ترجع للشبلي ليعقوب عبد الله خطيرة اللي يمشي ليعقوب ليعقوب خطيرة ممكن تسديدة والجول لا جول 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 كورة في الجول كورة في الجول كورة في الجول اليعقوبي يسجل اليعقوبي يسجل اليعقوبي عبد الله يحط الكورة في المرمى حتى عبد الله في مرمى الشعواني ماذا ستسفر النتيجة وماذا سيسفر اللقاء الذي لا زال بيتقدم بهدف اليعقوب عبد الله كورة خطيرة خطيرة كورتك يا شبلي لكن الكورة خارج أرضية الميدان البنية كانت أكثر من رائعة كان ممكن يكون هدف ثاني ملعب طرابلس وايضا جبس يرحل الاسبوع القادم لملاقاه الاهلي على ارضيه ملعب طرابلس الدوري اذا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم اللقاء على نهايه مجريات هذا اللقاء بين الوحده والخمس على ارضيه ملعب الخمس بتفوق الخمس بهدف اليعقوب